العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد اخوه الفاضل اعضاء الاكارم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله تعالى وقفات يسيره مع قصه يعني جاءت في السنة من قصص النبي صلى الله عليه وسلم. والسيرة يا أخواننا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان بيستفيد من كل حدث فيها ومن كل موقف يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. وقصتنا الليلة يا أخواننا عن واقعة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وجاءت في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد وعند ابن حبان وغيره من كتب السنة من رواية أبي واقد الليثي. وأبو واقد الليثي اسمه الحارث ابن نافع. قال كنا أو خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، يعني طلعوا إلى غزوة حنين. وأصلاً يا أخوانا القصة شنو السبب اللي طلع النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الغزوة؟ إنه النبي عليه الصلاة والسلام لما انفتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة خافت هوازن، وهوازن دي قبيلة، خافت على نفسها من أن النبي عليه الصلاة والسلام يغزوها. فقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة وغزى مكة وعندهم قوة، حيجونا إحنا. قالوا فقالوا إحنا قبل ما يجونا نهجم عليهم ونحاربهم ونغزوهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بادر هو بغزوهم، بادر النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم. فهم في الطريق أبو واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، قال ونحن حدثاء عهد بكفر. قال بين لنا شيء مهم والشيء ده أخواننا إحنا هنستفيد منه ده قدام. الكلمة دي ونحن حدثاء عهد بكفر دي فيها فائدة، إنه إحنا قال كنا يا دوب خشينا الإسلام، أول ما فتحت مكة إحنا دخلنا الإسلام، يعني لسه في حاجات كثيرة إحنا في الدين ما عرفناها، لأنهم كانوا يا دوب دخلوا الإسلام، ما زي الصحابة اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من بداية البعثة. طيب قال فمرضنا بسدرة يقال لها ذات أنوار. سدرة اللي هي الشجرة المعروفة دي، النمر، شجرة النمر، مرضنا بها. والسدرة دي أصلا معروفة عندهم كبيرة، قال يقال لها ذات أنوار. يعني شنو ذات أنوار؟ أنوار يعني التعليق، نور أي علق، يعني ذات أنواط، يعني ذات التعاليق. قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها، يعني السدرة دي ذات المشركين كانوا بيعكفوا عندها. يعني شنو يعكف عندها؟ العكوف بمعنى المكوس لفترة من الزمان مع التعظيم، يعني كانوا بيقعدوا تحت الشجرة دي لفترة طويلة بيعكفوا عندها. قال وينوطون بها أسلحتهم، يعني في الشجرة دي ذاتها بينوطوا، قلنا بيعلقوا الأسلحة بتاعتهم. يعني الموضوع شنو؟ المشركين لما يكونوا طالعين للحرب للقتال بيجوا ماضين للشجرة دي بيعكفوا عندها بيقعدوا، ده نمرة واحد. نمرة اثنين بيقوموا بيعلقوا أسلحتهم في الشجرة دي. طيب يا أخواننا ليه بيعملوا العملية دي؟ ليه بيقعدوا وليه بيعلموا؟ قالوا التماسا للبركه، يعني دايرين
الشجرة دي تبرد لهم أسلحتهم عشان تبقى قوية ويمشوا القتال ويحاربوا بها وينتصروا. معناته الجماعة دي عندهم شنو؟ وده شغل المشركين، عندهم عقيدة في الشجرة دي إنها بتعمل لهم البركة وبتنزل لهم البركة أو بتنقل لهم البركة للأسلحة دي. فقال إحنا قلنا للنبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، يعني طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام طلب، قال له يا رسول الله زي ما الجماعة ديك المشركين عندهم شجرة بيتبركوا بها وبيقعدوا تحتها، انت ذاتك يا رسول الله اعمل لنا شجرة او شوف لنا شجرة نتبرك فيها ونعلي فوق اسلحتنا. طبعا يا اخواننا دي الصحابة وهم قاصدين الخير ما دايرين الشر، عشان كده قاموا استاذنوا من النبي عليه الصلاة والسلام قال له اجعل لنا ذات انوار كما لهم ذات انوار. النبي صلى الله عليه وسلم وقف الجيش كله وقال الله اكبر انها السنن، وكبر يا اخواننا غضبا وتنزيها لله سبحانه وتعالى، قال الله اكبر انها السنن. السنن يعني شنو؟ يعني الطرق المسلوكه. النبي عليه الصلاه والسلام قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرقه وطريقته انتم بتتابعوها، يعني انتم الطلبه طلبتوا مني ده سبب شنو؟ سببه انه دايرين تشبهوا بالمشركين دي زي ما هم بيعملوا، انتم ذاتكم دايرين تعملوا نفس عملهم ده. فقال انها السنن. طيب يا اخواننا المشكلة وين؟ ليه النبي عليه الصلاة والسلام يا اخواننا غضب من سؤاله ده؟ وليه النبي عليه الصلاة والسلام يا اخواننا نزه ربنا من الكلام اللي قاله ده؟ لأن يا اخواننا البركة، أنت لو داير تشيل بركة ما بتشيلها من أي حاجة كده ثاني، لا. ليه؟ لأن أول شيء يا اخواننا البركة دي من الله سبحانه وتعالى. أيوه، النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ قال البركة من الله. كان في غزوة فطلبوا يعني ماء وكذا، فقام قال لهم حي على الوضوء، البركة من الله. ما دام البركة يا اخواننا من الله سبحانه وتعالى معناته احنا ما بنطلبها الا من الله سبحانه وتعالى. ايوه، وما بنعرفها انها فيها بركه ولا ما فيها بركه الا يجينا دليل من القران والسنه انه دي فيها بركه. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام غضب. يعني مثلا احنا عشان نعرف الشيء فيه بركه ولا ما فيه بركه لابد يكون في دليل من القران والسنه. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عن القران ده فيه بركه، كتاب انزلناه اليك شو مبارك، خلاص معناته القران ده فيه بركه. المحيط المطر اللي بتنزل دي فيها بركه، ربنا قال وانزلنا من السماء ماء مباركا. رمضان شهر مبارك، النبي عليه الصلاه والسلام قال اتاكم شهر شنو؟ مبارك. فما بنعتقد في شيء انه فيه بركه الا يكون عليه دليل من القران ومن السنه. دواعي نمرة اثنين، بعد ما تعتقد انه البركه من الله سبحانه وتعالى وتعتقد انه البركه دي ما بتكون في شيء الا جاد بدليل من القران والسنه، في حاجه ثالثه مهمه برضو، انه انت ما بتاخذ البركه الا بالطريقه المشروعه اللي جابها النبي عليه الصلاه والسلام. طيب كيف؟ مثلا النبي عليه الصلاه والسلام دعا للمدينه بالبركه، دول اللي بيسكنوا في المدينه دعا له بالبركه، والمسجد النبوي الصلاه فيه وكون التصلي فيه بركه، وكذلك المسجد الحرم المكي، وكذلك بيت المقدس تصلي فيه صلاه واحده ربنا بيضاعف لك دي بركه. طيب لو دول مشى قال يا اخي
انا دارك اتبرد بالمدينه، والنبي عليه الصلاه والسلام قال المدينه اللي فيها بركه انا امشي اتبرد بها. طيب حتتبرد كيف؟ قام مشى الشارع وشال التراب وقام يتمسح به، قال ما الرسول قال فيه بركه تمسح به، شالوا في كيس جابوه السودان وزعوا للاولاد وناس الحله وباعوا اليوم بالفلوس. يقول له دي ما الطريقه اللي النبي عليه الصلاه والسلام وذان بها البركه ابدا، ما كذا. لابد البركه انت تلتمسها بالطريقه اللي النبي عليه الصلاه والسلام وذان بها، انك تسكن فيها، انك تمشي تصلي في المسجد النبوي. دي الطريقه بتاعت البركه. القران الكريم فيه بركه، بركته كيف؟ انك تقراه تتلوه وتتدبر وتحفظه كويس؟ ده دي الطريقه بتاعت التبرك بالقران الكريم. فلا بد يا اخواننا تكون الطريقه ذاتها تجد عن طريق النبي عليه الصلاه والسلام. اما كونك تمشي زي ما في كثير من الناس تلقاهم يمشوا للمحلات اللي بتدفنوا فوق الناس، المقابر والقباب والاضرحه، تلقى الواحد يمشي يتمسح بالحيطه بتاعت الدول المدفون جوا، يقول لك لا دي فيها بركه، دليل اقول انها فيها بركه. يتمسح بها، يشيل التراب، يزفه، يدي اولاده. يا اخواننا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانك اعتقدت البركه في شيء لا جاء في القران لا جاء في السنه. طيب واحد يقول لك يا اخي طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتبركوا بهم. اقول له صح، النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه كانوا يتبركوا به وبمن فصل عن جسده. يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان لما يجي يتوضا كانوا الصحابه بيجوا يتخاتفوا المويه بتاعت الوضوء بتاعته ويتمسحوا بها. وجاء عن ام سليم انها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما نائما وكانت تسلت العرق من جبينه. الرسول صلى الله عليه وسلم معذب لتسلت العرق وخلته في جارورة. فلما استيقظ النبي عليه الصلاه والسلام قال ما هذا يا ام سليم؟ قالت عرقك طيب نطيب به طيبنا. يعني العرق بتاعك بتاع النبي عليه الصلاه والسلام اريحه بيريح بها اريحه. شوف ده النبي عليه الصلاه والسلام. طيب يا اخوانا، وكانوا ايضا النبي عليه الصلاه والسلام لما يحلق شعره كانوا برضه بيشيلوها بيتبركوا بها. طيب واحدين يقول لك يا اخي طيب خلاص ما ده دليل احنا نمشي للشيخ بتاعنا يتبرك بمتلوطه بتاعه ونشيل عربه ويتوفى لنا نشيل بركته وكده. لا 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 ده غلط، ده شرك بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه انت ده تجيز للنبي عليه الصلاه والسلام، وعشان تجيز لابد يكون في تساوي. يعني عشان انا اجيز شيء بشيء لابد من المساواه. هل في دول يا اخواننا الليله بيساوي النبي عليه الصلاه والسلام عشان نمشي نتبرك به زي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ابدا ما في. لو كلنا اهتمينا كلنا على وجه الارض دي كلنا في دول واحد ما بنساوي النبي عليه الصلاه والسلام. فلا بد من في 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 القياس من المساواه، ده واحد. من الاثنين الصحابه والعلماء اجمعوا على ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني فعلا يا اخواننا شنو؟ خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام. لو كان في دول بيتبركوا به كانوا طوالي او لقاهم ابو بكر الصديق. ما حصل واحد مش يتبرك بابو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب ولا عثمان ولا علي. فكان هذا من الاشياء الممنوعه وهي خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ده موضوع مهم يا اخواننا، احنا لابد نفهمه فهم جيد عشان الانسان يا اخواننا احيانا بيقع في حاجات شركيه وما عارف. يقوم قام لقى المجتمع شغال بالحاجات الشركيه دي، لقى ابوه يمشي هناك، يشوف الولد الصغير يمشي هناك. الشارع بالمناسبه احيانا بيكون عنده فكره يستنكر الكلام ده. سؤال ميت كيف يشيل منه البركه؟ هو صغير بفطرته. يقول والله ابوه امي ده لكن في النهايه بيسكت، خايف خايف منه بيسكت، لكن فطرته بتوريه انه ده غلط وده حرام وده شرك بالله سبحانه وتعالى. فلا بد يا اخواننا الانسان يعرف الموضوع ده. عشان كده الصحابه وابو واجد الليثي يا اخواننا قلنا في البدايه قال شنو؟ قال ونحن حدثاء عهد
يكفوا ايه عشان يوفينا ان هم لما انطلبوا الطلب ده ما كانوا عارفين ان الكلام ده غلط، ما كانوا عارفين انه غلط. وده اخوانا بيتهتم علينا احنا انه احنا نتعلم العقيده يا اخوانا ونتعلم التوحيد، لانه يا اخوانا انت لو ما تعلمت العقيده وتعلمت التوحيد بتتابع فيه وانت ما عارف. ليه بتلقى في ناس الواحد بتلاقي احنا بنتغير الله سبحانه وتعالى، ولك وحاجة أبوي وحاجة أمي وحاجة الإسراء، ولك عليك النبي تعال عليك الرسول كان تقعد. يا أخوانا من الشرك، وبنشوفه كثير في المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد شنو؟ أشرك، فقد أشرك. فده بيتوجب على المسلم إنه لابد يتعلم العقيدة، لابد يتعلم التوحيد. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام طوال وقت في الجيش، لانه ما ممكن انت ماشي تقاتل مشركين وكفار وانت عندك عقيده ضيعت انت المشركين والكفار. والنصر ده ما بيكون الا بالعقيده الصحيحه، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. فقال النبي عليه الصلاه والسلام اجعل لنا ذات اموات كما لهم ذات اموات. شوف النبي عليه الصلاه والسلام اداهم شيء يفهموا به الموضوع طوال. قال لهم قلتم والذي نفسي بيدي قلتم كما قالت بنو اسرائيل لموسى. قال لهم طلبت ما طلبت ده زي طلب بني اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. بنو اسرائيل لما ربنا قدم فرعون واغرق فرعون وما لقوا بهناك ماشيين مع موسى عليه السلام، لقوا لهم ناس قاعدين يعبدوا لهم في اله، قال لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم شنو؟ قال لهم طلبكم ده انه دارين الانوار عشان تتبركوا بها نفس طلب بني اسرائيل لموسى اعمل لنا اله كما لهم اله. ومن هنا العلماء اخذوا قالوا انه الزول اللي بيعتقد البركه في شيء لا جد القران في السنه اتخذه اله بنص الحديث لحديث النبي عليه الصلاه والسلام. ده واحد. نمرة اثنين يا اخواننا احنا دارين برضه ناخذ ادب من فعل الصحابه ده، لان اخوان الصحابه دي لما جو مع النبي عليه الصلاه والسلام وشافوا الشجره ما طوالي جروا وكابسوا الشجره دي يتبركوا بها، لا لا عملوا شنو؟ طوالي مش استاذنوا من النبي عليه الصلاه والسلام، قال لهم اجعل لنا ذات اموات كما لهم ذات اموات. وده اخوان ادب مهم جدا، انه انت في الدين ده ما تعمل لك شيء الا يكون فيه خدمه النبي عليه الصلاه والسلام. لا بد انه النبي عليه الصلاه والسلام يأذن بالكلام ده. لا يا اخوان ده من الادب، لانه الدين ده ما نزل علينا ولا نزل على فلان ولا على شيء، نزل على النبي عليه الصلاه والسلام، فبيجينا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده احنا بنقول للناس الايام دي بيحتفلوا بالموالي وغيره بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام، وبيقول لهم النبي عليه الصلاه والسلام هو افضل البشر وخير البشر. انتوا دايرين تحتفلوا بالنبي عليه الصلاه والسلام، شوفوا امرتم بالكلام ده ولا ما امرتم؟ ده من الادب سايق. يا اخوانا الليله دول شغالين في شركه، والشركه دي فيها مدير. المدير حتى له موارد. وانا شغال في الشركه دي. هل يا اخوانا هل بحق لي انه انا اقوم اعمل لي ضوابط ثانيه، اقول يا اخي والله الضوابط دي صفحه المفروض المدير ده يعملها. اقوم انا اشتغل بها والضوابط دي اصلا ما خدتها المدير، ممكن ولا ما ممكن؟ ما ممكن. ليه؟ بقول لك يا اخي انت خالفت الضوابط، خالفت اوامر الشركه، خالفت القوانين، ممكن يفشلوك، ممكن يطلعوك من الشركه، ولكن انت ما تادبت مع الشركه، انت خشيت مع الشركه دي المفروض تتادب بقواعدها وبقوانينها. يا اخي النبي عليه الصلاه والسلام قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد. النبي عليه الصلاه والسلام يا اخواننا قاعد 23 سنة، سنة واحدة ما جاء ربيع الأول قام احتفل فيه، ما عمل كده. جاء أبو بكر الصديق بعديه سنتين وحاجة في خلافته، ما احتفل بالمولي. جاء عمر بن الخطاب 10 سنة، ما احتفل بالمولي. جاء عثمان بن عفان، جاء علي بن أبي طالب، كلهم ما في واحد فيهم احتفل بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. هل أنت لما ما تحتفل بهم معناته افتقروا؟ أبدا. بالعكس ده دليل على انك انت بتعظمه، لانه شيء وما لا يسويه وانا ما سويته. لانه زي ما قال الشاعر ان المحب لمن يحب شنو؟ مطيعه. انا شغال بطاعه النبي عليه الصلاه والسلام،
عشان كده يا اخوانا الدور في الدين ده ما تعمل شيء الا جيب من النبي عليه الصلاه والسلام. عشان كده قال الناس اللي يحتفلوا بالمولد بعد ما يحتفلوا يعملوا البدعه نقول لهم دليلكم شنو؟ اصلا هم ما عملوه سايب من غير دليل، لكن تقوم بيجي يفتشوا القران والسنه عشان يشوفوا لهم حاجه يخرجوا بها روحه. دليلكم شنو؟ يقول لك والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين والخميس. ده دليل تلقاه بيجيبوه مرات في الاذاعات عليه. يقول لك دليلنا على المولد انه الرسول صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين، كان صام يوم الاثنين وقال ذلك يوم شنو؟ ولدت فيه. طيب ده يا اخواننا ما عنده علاقه بالاحتفال. لانه الرسول قال يوم الاثنين انا بعمل شنو؟ بصوم. وليه قاعدين يحتفلوا؟ في فرق يا اخواننا بين الاحتفال والصيام، في فرق ولا غير فرق؟ في فرق. يقول لك نحن نحتفل بعيد الفطر المبارك، قبله كان في صيام. الصيام ده غرام والعيد غرام والاحتفال غرام. ده نمره واحد. نمره اثنين، النبي عليه الصلاه والسلام لما صام يوم الاثنين، هل يوم الاثنين ده يوم واحد في السنه؟ في شهر واحد في السنه ولا كل اسبوع؟ يبقى الدليل ده ما عنده علاقه بالمولد ولا عنده علاقه بالاحتفال بمولد النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى يا اخواننا النبي عليه الصلاه والسلام قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. في بعض الناس يقول لك يا اخي الشيء ما سمحوا هذا، يعني كون احنا عملناه الشيء شنو؟ الشيء انك انت خالفت النبي عليه الصلاه والسلام، الشيء انك انت ما اعتمدت بامر النبي عليه الصلاه والسلام، الشيء انك انت جبت شيء في الدين الرسول ما امرنا به، لانه الدين ده اكتمل يا اخوانا، ربنا قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، زي ما قال الامام مالك فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم شنو؟ ولن يكون اليوم دينا. الشيء ما كان دين ده ما امرتم الدين السيد. والصحابه رضوان الله عليهم لما قالوا اعملوا لنا اموال كان قصدهم الخير، كان قصدهم انهم ينتصروا في المعركه ببركه الشجره دي، قصدهم بيجوا الخير، لكن النبي عليه الصلاه والسلام ما راعى في الموضوع ده للمقاصد وانما انكر عليه. دليل على انه البدع والمحدثات ينكر ولا ينظر فيها الى المقاصد. يعني ما تقول والله الناس دي نيتهم صفحه وحب الرسول، لا لا دي بدع. وليه في يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام قال في ناس جايين على الحوض، هذه شعبة من حوض النبي عليه الصلاة والسلام وعليهم آثار الوضوء مسلمين، يعني الملائكة تنحيهم ناحية الشمال، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أمتي أمتي دين أمتي، فيقول فيقال سحقا سحقا بعدا بعد، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يعني دين مسلمين صح، لكن بعدين جابوا البدع، يوم البدع لا تدري ما احدثوا بعدك. فدليل يا اخوانا على خطوره البدع وعلى شناعه البدع. وده فيه اتهام للنبي عليه الصلاه والسلام انه في حاجات مفروض يودينا لها في الدين بين المولد وغيره وما ورانا لها احنا عرفناها بعدين. وده يا اخوانا شيء خطير، كثير من الناس بيستغلوا به. عشان كده الصحابه قال يا اخوانا من فهمهم وفقههم طوال استاذنوا من النبي عليه الصلاه والسلام، ما طوال وقعوا في شنو؟ في الغلط، لا. فعداد النبي عليه الصلاه والسلام انكر عليهم وقال لهم الله اكبر انها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، السلام عليكم.